فيك عندك برشا تفاعلات. ليه باش نكون توا يمكن اخر البرنامج اكثر معناها هدوءا ورصانة، خاطرين عندك ربما شويه حماس زايد شويه وشديت اميمه وليت كانها تظهر وكانها في حاله احنا اختلاف في الاراء، ولكن في الحقيقه في برشا حاجات والاغلب احنا متفقين فيه، الحقوق والحريات والكل، لكن من حيث المبدا الاختلاف وين؟ باش نقول لك النقطه، وقت اللي فما الوضع الكارثي هذا اللي سميته، نجمو نقولوا حتى اكثر ونعملوا حلقه نحطوا فيها نعملوا اوديت والمحاسبه، كلامها الكل صحيح، الافلات من العقاب تكرس كلامها صحيح، دوسيات كله شفناه وكله سمعنا به، وافلات معناها وحاله افلات غريبه صارت، انا معاه وكلامها الكل صحيح. اي الحل؟ انت سالتها قلت اي كيفاش معناها الحل، انتم تراو مثلا النهضه تخرج، انا شكون؟ هي شكون؟ الرابطه شكون؟ اتحاد الشغل شكون باش يقول يخرج ولا ما يخرجش؟ راو في الدنيا الكل، في الدنيا الكل ابجديات اللي تحبوا، الدساتير، الديمقراطيه، السياسه من عهد اليونان، الشعب صاحب السلطه، راو هنا مش النظر ولا نقول قانون وتقول لي ليه شوف الكياس مكسر، ليه شوف المراه كيفاش تخدم في الفلاحه، راهو فما حاجات مبدئيه. وقت اللي تبني دولتك الدول الديمقراطيه الكل 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 بدون استثناء هي دولة مؤسسات، وتعديت بمسارات معناها متاع يلزم الناس تشوف مثلا كيفاش وصلت البلدان انها حققت اللي وصلت له توا، على خاطر تمسكت واحترمت هكيكة، خاطر صعيب راهو المسار، وانت تتمسك بالقانون، القانون تفريق السلطات المسؤوليات وتصلح. اش معناه؟ معناها انا بالنسبه ليا كمحاميه اولا، معناها القانون على يميني، الشأن العام ما نجمش نخرج منه، هذا البيانات اللي قاعدة تخرج والناس ليه، والنهضة تعطي فرصة وتبعد، والنهضة فشلت فشل قدامنا ما شاء الله، وما نحبش ندخل وين من غير ما ندخلوا في التفاصيل الفشل ونحللوه، أما فشلت به عنا أسس للدولة القانون والمؤسسات، عودتها الكلمة هذه 100 مرة، يا ناس راهو مشكلتنا ماهوش مع قيس سعيد، يا ناس راهو انتخبناه، راهو راجل يبدو أنه ثقة وعنده حسن النية، يا ناس رانا احنا مشكلتنا أنه هالمسار اللي نشوفه فيه أثبت التاريخ، التاريخ اش يقول؟ يقول تقول لي سوبرا كونستيتيوشنال، تقول لي اسمع هذا الوضع الراهن خلق ديناميكية جديدة، نمشي معاك في كل مصطلحات العالم اللي تحب عليه، انا اعطيني دولة المؤسسات، اعطيني مجموعة من الناس تحكم، ما ياخذش فرد واحد هو اللي يحكم وما يسالش. من بعد في دولة المؤسسات انا شو نقول؟ شفت الخراب اللي صار الكل يا اخي، هو كان البرلمان هو سبب فيه والا الجماعة اللي تحكم؟ لا سامحني، مثلا لازم نقروا كي نقولوا نكونوا هكا شويه هكا مصداقيه وحياديه. رئيس الجمهوريه وقت اللي البرلمان حب يعمل الدستور ونقح القانون ونقص في العدد هذاك الاقصى اللي عمل البلوكاج في الانتخاب، شكون اللي ما حبش يصحح عليه وكتبك الرساله؟ شكونه؟ رئيس الجمهوريه منع تكوين المحكمه الدستوريه، رئيس الجمهوريه اللي انتخبناه وعلى راسنا وعيننا منع تكوين المحكمة الدستورية، وشنو التبرير متاعو؟ عندكم 7 سنين ما كونتوهش، جيتوا توا تحبوا تكونوها فات الفوت، هذا هو، أنا أقول فيها بالتونسي، أما قانونيا هذا تبرير سيد الرئيس الجمهورية اللي قالوا. سيد رئيس الجمهورية، احنا في سنة وباء والناس تموت، عندنا مشاكل باش في جلب الأدوية، بلاد على حافة الإفلاس، اقتصاد واقف، مؤسسات مسكرة، سيد الرئيس يمتنع عن
التمرير، التحوير الوزاري، وتلقي الوزراء اللي الشعب طلعهم، اللي البرلمان طلعهم من خلال يا ناس يلزم تعرفوا راهو البرلمان هذوكم اللي تكرهوه، راهو هذوكم احنا، معناها احنا مشينا في صناديق وحطيناهم. بالنسبه لنا احنا توا قيس سعيد هو الفتره اللي صار وال 25 جويليا، اي 25 جويليا استثناء، 25 جويليا هي رجه شعبيه، 25 جويليا الناس اللي خرجت ما همش شرذمه، خرجوا شباب تونس ولاد تونس وناس بالحق الطالب بالحق في الحياه، مش الحق في الحق في الحياه. هذا الكل انا معاك. عيش الحوار قداش عنده؟ 6 شهور. سيد الرئيس، شكون اللي يوقف في وجه الحوار؟ سيد رئيس الجمهوريه. انا لو كان من اللي بدا توا عنا انا 8 شهور التالي مازال الوباء ما استفحلش، واحنا في الحاله الاستثنائيه هذه نتاع 25 جويلية احنا فيها منذ 6 اشهر، ما فيها حتى شيء جديد، حتى شيء. جي رئيس الجمهوريه يقبل الحوار، يعملوا ويتفاهموا، يعملوا حكومه استثنائيه يتفاهموا ما بينات بعضهم، يخرجوا المشيش يخليوه. انا لا تعنيني الاسماء والحقيقه، والحقيقه اسفه اما الى الجحيم الاسماء، انا يهمني في البلاد وفي المؤسسات وفي الشعب التونسي بعد شنو اللي يستنى فيه. فلذا رئيس الجمهورية كان بإمكاني، خاطر أنا وقت اللي نبداو نحكي ونقولوا الكلام هذايا يجيك الناس والجمهور عموما يقول لك إيه وشنو هو البديل؟ لا محسوب، شنو تنجم باش تعمل؟ إيه نعمل. راهو رئيس الجمهورية هو اللي يوصل لهذه المرحلة، هذا أول كونستا. الحاجة الثانية، حتى كان ما قامش في الوقت المناسب توا كي هو نهار 25 جويليا والدنيا وقفت والشعب خرج، شنو يعمل؟ يدخل يعلن إجراءات استثنائية ما ياخذش فيها السلط، يوقفهم عند حدهم جماعة، يعملوا حوار سياسيين في بعضهم، ما يفكش السلط بالطريقة هذيك، يعمل به يبدلوا القانون الانتخابي ويعملوا لنا انتخابات سابقة لأوانها، على أساس بيان سور لازم قانون جديد باش ما يطلعش برنامج شبيه، لازم يتبدل على الأقل الوجه والمجموعات والتكتلات، ولكن الإمكانية القانونية كانت واردة، كانت ممكن أصعب شوية وأقل سينماتوغرافي وأقل شو، ولكنها كانت واقعيا وسياسيا واردة، لأنه الناس الكل كانت مادة يديها، والناس الكل كانت شاعرة بالمسؤولية، والناس الكل كانت تحب تصلح وتخرج البلاد من الوضع، وهو ما حبش. وصلنا للنقطة هذية، وقت اللي وصلنا للنقطة هذية كان من المفروض إجراءاته الاستثنائية والفصل 80 يفعلوا ويخلي البرلمان يعمل حوار، كان لزم يعمل انتخابات، يخرج الشعب التونسي ويقول للنهضة ويقول لائتلاف الكرامة اذهبوا فأنتم من نقول.